إذن مشاهدينا، للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا أستاذ استراتيجية النفط والخبير النفطي الأستاذ جوفاند شيرواني. أهلا بك سيد جوفاند إلى نشرة الرئيسة. يعني دعنا نبدأ من عقد تنمية الغاز المتكامل في حقل أرطاوي بمحافظة البصرة. كيف ترون تفاصيل هذا العقد وما الذي سيجلبه للعراق؟ نعم، تحياتي لكم المشاهدين الأكارم. أنباء جيدة ومتفائلة أنه مشروع ضخم بهذا المستوى بكلفة 27 مليار دولار يتم تنفيذه بالتعاون مع عملاق الطاقة الفرنسي شركة توتال إنرجي ومشاركة قطرية وكذلك مشاركة شركة نفط الجنوب. فهي مشاركة بين شركات أجنبية وعربية وشركة عراقية حكومية. فهذا الأمر والأمر جيد بأنه يشمل أربع مفاصل رئيسية: زيادة الإنتاج النفطي وعزل الغاز وكذلك توليد الكهرباء وكذلك الطاقة النظيفة. والاجتماع اللي حصل اليوم في مدينة السليمانية هو اجتماع متابعة ولتأكيد على التزام بالجداول الزمنية ومتابعة ما نفذ من هذا المشروع الذي هو يمثل استثمار كبير لطاقة كانت تهدر، هي طاقة الغاز الطبيعي. والغاز الطبيعي أهميته تصاعدت في الأعوام الأخيرة لأنه يمثل أفضل وقود لمحطات الكهرباء والاستعمالات الأخرى في الصناعة وكذلك في تشغيل المكائن والمعامل. سيد كوفاند، أرحب بك معنا من جديد. 50% من غاز العراق كان يحرق عند تسلم الحكومة الحالية، لكن النسبة انخفضت إلى 35% خلال عامين فقط. كيف ترون هذا الانخفاض؟ نعم، هذا شيء جيد. كان أكثر من 50% يحرق، الآن نسبة انخفضت إلى دون 40%. وحسب تصريح السيد الوزير أنه الاستثمار للغاز تجاوز 2000 مليون قدم مكعب قياسي، وهذا أمر جيد. وهناك حسب خطة الوزارة أنه يتم التوقف عن حرق الغاز نهائيا بحدود 3 سنوات، وربما الاكتفاء بشكل كامل من الغاز الطبيعي خلال 5 سنوات. هذه خطوة جيدة من الوزارة، ولأول مرة في الجولات التراخيص الأخيرة الخامسة والسادسة يتم التركيز على التعاقدات لاستثمار الغاز الطبيعي، إضافة إلى العقد الكبير مع توتال إنرجي لاستثمار الغاز الطبيعي. طيب سيد جوفاند، يعني وزارة النفط تنتج يوميا 3 مليارات متر أو قدم مكعب، نستثمر منه فقط 2.1، يعني والباقي يحرق. لماذا لا يتم استثمار الكمية بشكل كامل؟ نعم، سؤال في محله. كان التركيز في السنوات السابقة على النفط باعتباره هو المصدر الرئيسي للطاقة، وذلك الغاز كان ينظر إليه إلى أنه منتج جانبي أقل استفادة، وبالتالي كان التركيز على النفط. لكن العوامل العشر الأخيرة أثبتت أن الغاز له استعمالات متعددة تفوق النفط، إضافة إلى كونه مصدر أقل تلويثا للبيئة وأقل كلفة وأكثر كفاءة في تشغيل محطات الطاقة، وسيكون هو البديل الأول بعد جفاف أبار النفط على مستوى العالم. والعراق ولله الحمد يمتلك احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تصل إلى 132 تريليون قدم مكعب، الذي يضعه في المرتبة 13 على مستوى العالم. فمن الضروري التفكير بجد ولاستثمار هذا الغاز اللي كان يحرق منه سنويا مليارات الدولارات. سيد كوفاند، حضرتك قبل قليل تحدثت بأن عقد تنمية الغاز المتكامل تضمن عدة مشاريع، منها للمياه، منها رفع الإنتاج، ومنها الطاقة الشمسية أيضا. لو تحدثنا بالتفصيل كيف ترون التركيز على هذه الاستثمارات وليس فقط الغاز؟ نعم، الغاز هو جزء أساسي من خطط الوزارة، لأنه مثل ما ذكرنا توجد احتياطات ضخمة منه، ويمثل لو في كان استثمار الغاز كان ممكن يساهم في محل مشكلة الكهرباء بشكل جذري، لأنه كل المحطات الجديدة ممكن وحتى القديمة ممكن تطويرها لتعمل بالغاز الطبيعي لكلفته أقل وكفاءته أكثر وأقل تلوثا، وممكن إنشاء محطات جديدة للطاقة تعمل بالغاز الطبيعي عوضا عن حرق هذا الغاز. فأحد مفاتيح وأساليب حل أزمة الكهرباء في العراق
هو أن يتواكب إصلاح المنظومة مع استثمار الغاز الطبيعي. ونتذكر دائما التجربة المصرية في حل مشكلة الكهرباء، حيث قامت بإنشاء 3 محطات ضخمة للغاز للكهرباء تعمل بالغاز الطبيعي مجموع قدرتها 15,000 ميجا، وبالتالي حلت مشكلة الكهرباء بشكل نعم جذري خلال سنة ونصف فقط. نعم نعم أستاذ استراتيجية النفط والخبير النفطي السيد جوفانت شيرواني، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.